حد بيقول لو أنا تعبت من الحياة وعايزة تنتهي، هل ممكن يحصل إني أموت نفسي وحياتي تخلص؟ ما ينفعش إن أنا يكون عندي مشكلة أحلها بمشكلة أصعب. يعني أنت عايش حياة بائسة فيها مشاكل، وإحنا عندنا رجاء لما بتخلص الحياة هنروح الحياة اللي فيها راحة، فأنت استعجلت وعايز تروح حياة فيها شقاء. قتل النفس دوت جريمة وخطية، وأجرة الخطية موت، والموت معناها الهلاك الأبدي. جايز الواحد لما بيعمل خطية وهو عايش في فرصة توبة. طب لو الواحد قتل نفسه هيتوب إمتى؟ وخلاص مات. فالانتحار خطية قتل ومفيش وراها توبة، هتروح فين؟ بعد ما كانت الأرض بتعذبك هتروح للأبدية اللي بتعذبك؟ ده حل؟ فالحل إن أنا أفكر إيه المشاكل اللي عندي وابتدي أحلها واحدة واحدة، مش أهرب منها إلى عذاب أبدي. وأرجو لما يكون حد عنده أي ميول انتحارية اللي حواليه يساعدوه عشان ما يسيبهوش إن هو يوصل للحافة دي، وخصوصا لو كان عنده تعب نفسي وعنده جرأة إنه يضر نفسه. فأرجو إن احنا ناخد بالنا من بعضينا ونساعد بعض.